بين يوسف ومحمد حكاية واحدة قاسمها المشترك الإدمان على المخدرات بكل أصنافها. يوسف جنب السقوط في براثنها وأمكنه الخروج من الدوامة، بينما محمد يصارع لأجل ذلك ولأجل اللحاق بركبه الدراسي الذي يكاد أن يفوته ويبقيه في عتمة الدوامة. سبب مخدرات والتدخين وهادشي ديال البلي هنا وكتم بلي وكندير كلشي ونقطعت على الدراسة لواحد المدة، ولكن مشيت لمركز الاستماع وخداش باليد ديالي الاستاذه مشمول حليمه وخداش بالعين الاعتبار بالنسبه ليا، ومشيت صيفطوني لواحد المركز وتعالجت الحمد لله. كندير الحشيش والنفحة. شحال هادي باش تبليتي بهادشي؟ 2013 دابا انا بغيت نحيد هادشي وما قدرتش، لقيت صعوبه بزاف. ولمساعدة محمد وغيره ولإنقاذ الآخرين من التلاميذ من شراك الإدمان على المخدرات وما يتلو ذلك من ظواهر اجتماعية خطيرة، تقام هذه الحملة التحسيسية للتوعية والمساعدة على الإقلاع عن كل أنواع المخدرات. الهدف من تنظيم الحملة التحسيسية للوقاية من التدخين وشجر المخدرات داخل المؤسسة التعليمية هو التحسيس التلاميذ بخطورة هذه الآفة الخطيرة الفتاكة اللي أصبحت تغزو المؤسسات التعليمية بقوة من طرف واحد لوبي الشيطان الهدف ديالو هو تخريب عقول الشباب. ملي كيلجأ للتلميذ كندير له الجلسات الاستماع، ملي كنتأكد بأنه تلميذ مدمن من طبيعة الحال داك الساعة ما كتبقاش مسألة وقائية، كتولي مسألة علاجية، خصو يلجأ لأحد مراكز المعالجة الإدمان. إذا كنتحرك به أنا للمركز. مآل علاجي يمكن تفاديه بالنسبة للتلاميذ والتلميذات إذا تم الاعتناء جيدا بالمرحلة الوقائية من خلال تكثيف التحسيس بخطورة الإدمان وعواقبه على حياة المدمن والمحيطين به والمجتمع ككل.